أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن المواطنة عطاء وانتماء واحترام لكل شعارات الدولة، وخلال ندوة معا نتعايش باحترام متبادل والتي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، شدد وزير الأوقاف على أن قضية المواطنة تعد أحد أهم محاور عمل الوزراء الدعوي والتثقيفي وبرامجها التدريبية لترسيخ أسس الولاء والانتماء. الفهم الصحيح للدين والمتاجرة به لتحقيق منفعة خاصة أو غرض سياسي هدف الرئيس للجماعات الإرهابية لبث سمومها في المجتمع المصري. فالأديان دائما جزء من الحل، والخطاب الديني انتقل من مرحلة تقبل الآخر إلى التعايش بين الجميع وتفعيل المواطنة، وهو ما منح الفرصة للمؤسسات الدينية للقيام بدورها التنويري والاجتماعي. نعمل على تكثيف الوعي بأهمية المواطنة المتكافئة، مؤكدين أن المواطنة عطاء وانتماء، المواطنة عطاء وانتماء واحترام للدولة وعلمها ونشيدها وشعاراتها المادية والمعنوية. أيضا نؤكد على مبدأ الحق والواجب، الحقوق المتبادلة بين المواطن والدولة، بين المواطنين بعضهم وبعض. أيضا التأكيد على أن نعمل معا تجذير وترسيخ ثقافة الولاء والانتماء والتعايش بين أبناء الوطن الواحد. التواصل مع الشباب من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة خلقت جيل جديد قادر على القراءة والتحليل لتعميق ثوابت احترام الدين وقدسية العقيدة والتعايش المشترك مع الآخر المختلف. الدين واحد للجميع، بس احنا مشكلتنا مع الأشخاص اللي بتتكلم باسم الدين وعايزة مصالح شخصية لنفسها، فبتتكلم كلام احنا دايما كتنسيقية لازم نعالج حاجة زي كده. فمصر تضرب المثل وتعطي النموذج المتكامل بين جميع شرائح المجتمع في التعايش السلمي والاحترام المتبادل للآخر. مصر تعيش في الوقت الراهن أزهى عصور الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتقدير للوعي الذي يبديه شعب مصر العظيم لأهمية الاصطفاف الوطني في هذا الوقت الذي يواجه فيه وطننا الحبيب تحديات جسام، ويواجه فيه مؤامرات خارجية من أعداء مصر لمحاولة نشر الفوضى داخل البلاد. الشعب المصري رفض جميع محاولات ودعوات أعضاء الوطن لإحداث الفرقة بين أبنائه، فالجميع على يقين أن الثبات حول القيادة السياسية وجيشها وشرطتها هو سر نجاتها ونصرها. سيد زيد، التلفزيون المصري.